السائلة أم إبراهيم لها مجموعة من الأسئلة، تقول: هل صحيح أن الموتى يتزاورون فيما بينهم؟ ومتى تكون حياة البرزخ مأجورين؟ الله أعلم، هذه من أمور البرزخ، أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله، ولا نقول فيها إلا بدليل. ولكن الأموات والله أعلم يأنس بعضهم، أن الأموات الطيبون يأنس بعضهم ببعض، وقد يرى بعضهم بعضا رؤية برزخية. الله أعلم بذلك. نعم.